ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزال الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية لاحظنا اكتساب الدولار المزيد من القوة في ظل يعني التوقعات والتأكيدات من الفيدرالي الأمريكي على رفع مستويات الفائدة خلال الاجتماع المقبل، كيف أثر ذلك على باقي العملات الرئيسية؟ صباح الخير. بالفعل المزيد من التأكيدات على احتمالية رفع الفائدة الشهر المقبل في 50 نقطة أساس، بل هذه التأكيدات من أعضاء الاحتياط الفيدرالي ورئيس الفيدرالي نفسه أشارت إلى احتمالية رفع فائدة متواصل هذه السنة لنصل إلى مستويات تسمى بمستويات الفائدة المحايدة والتي تقع في نطاق قريب جدا من 3%. الآن هذا التوقعات لرفع الفائدة بالفيدرالي الأمريكي تسبب بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستويات منذ نحو عقدين من الزمن، حتى مع القليل من التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، لكنه ما زال قريب من أعلى مستوياته، وهذا ما ضغط على اليورو، ضغط على الجنيه الاسترليني وأيضا على الين الياباني وعديد من العملات الأخرى. فالفيدرال الأمريكي يبدو الآن متقدم على أغلب البنوك المركزية في الدول العظمى مثل البنك إنجلترا المركزي، البنك المركزي الأوروبي. فالفيدرال الأمريكي قد يخطو بخطوات سريعة جدا لرفع الفائدة، مما يحفز طلب الدولار على عتاق أو على عاتق العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني. من ناحية أخرى أيضا الأسواق المالية، أسواق الأسهم العالمية تشهد ضغط هابط، وهذا ما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي لتصفية المراكز المالية من أسواق العائد المرتفع مثل أسواق الأسهم. نعم، يعني سركيس لاحظنا تحديدا الجنيه الاسترليني بعد صدور بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها تقريبا منذ 40 عاما، حالة من التراجعات الكبيرة أثرت على الجنيه الاسترليني. هل نتوقع أيضا الاستمرار في هذه الحالة في ظل قوة الدولار وأيضا بيانات التضخم؟ ما هي الحلول المطروحة؟ الآن بالنسبة للجنيه الاسترليني بالفعل انخفض مباشرة بعد صدور البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات التضخم في بريطانيا بحسب مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى 9%، لكن توقعات الأسواق كانت تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم إلى 9.1%. عندما صدرت البيانات أقل قليلا من المتوقع انخفض الجنيه الاسترليني، لأنه على ما يبدو تم تسعير الجنيه الاسترليني على ارتفاع أكبر في معدلات التضخم، وبالتالي عندما صدرت هذه البيانات انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار. كذلك الأمر، البنك إنجلترا المركزي رفع الفائدة 4 مرات هذه السنة حتى وصلت إلى 1%، لكن الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا المركزي قد لا تنافس الخطوات المقبلة للفيدرال الأمريكي من ناحية رفع الفائدة، وهذا الأمر ضغط بالفعل على الجنيه الإسترليني ليتم تداوله عند دولار و23 سنت للجنيه الإسترليني الواحد. نعم سركيس، ايضا يعني بالعوده الى الدولار في ظل يعني التوقعات من بنك جولدمان ساكس حول يعني مساله التعافي الاقتصادي والركود الاقتصادي، يعني هل يبقى اتجاه الدولار ان صح التعبير مبهما في ظل يعني التوقعات بالركود في ظل ايضا الارتفاعات الحاصله في معدلات التضخم؟ الان بالنسبه لحالات الركود الاقتصادي، حتى نعرف اتجاهات الدولار في حالات الركود، لنعد بالذاكرة إلى عام 2020 أثناء جائحة كورونا، عندما دخل الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية. عندها توجه المتداولون لطلب الدولار الأمريكي كملاذ آمن وعملة تصفية مراكز مالية، وبالتالي الدولار الأمريكي في الوقت الراهن يستفيد من توقعات الركود الاقتصادي أو إن صح التعبير الركود التضخمي، لأن الركود الحالي المحتمل سيرافقه أيضا معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي الدولار الأمريكي قد يبقى هو المستفيد أو أحد المستفيدين من الركود الاقتصادي إن صح التعبير خلال الفترة المقبلة، مما قد يبقي الدولار الأمريكي في قائمة أعلى العملات استفادة من حالات التوتر والقلق في الأسواق المالية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.